طيب بالنسبة للجنة الأولمبية بعد أعتقد شهر أو شهرين من تولي رعاية الشباب شاركنا في الألعاب الآسيوية، كان ترتيبنا رقم 19 في آسيا. أنا شفت إنه الترتيب هذا لا يليق بالمملكة، لأن ما يعني ما نقدر نفسره إن بالفلوس، لأن في دول تنفق أقل مننا وتحقق مراكز أفضل مننا. قررت عمل ورشة في الدمام، جمعت فيها كل رؤساء الاتحادات، سألتهم كل يعني إن عن الميزانية الحالية له، إيش أكثر شيء يقدر يحققه للمملكة بالميزانية الحالية؟ لو طلب ميزانية مفتوحة، كم هي الميزانية المفتوحة؟ وإيش اللي يقدر يحققه للمملكة؟ إيه. عرضت عليهم العرض يعني جدلاً. طبعاً كل واحد أخذ فرصته مثلاً 3 ساعة 25 دقيقة يجاوب على الأسئلة هذه. أوكي. إيش أبرز العوائق اللي تواجهه في عمله لو سهلناها له؟ بيستطيع انه يعمل بشكل افضل على افتراض انه المشكله الوحيده هي الماليه. لا المشاكل الثانيه اكيد، المشاكل مي فقط ماليه. اي وكان نقاش استفاد منه الجميع، كل احد قال، وبينت لهم انا انه لانه ما في بلد في العالم مهما كانت امكانيات الماديه كبيره عندها امكانيات غير محدوده. قلنا انه احنا بعد ما نسمعكم اللي بيعطيني اكثر انجازات باقل فلوس هو اللي بياخذ الطلب الاول، يعني لو مثلا قولوا الاولويه، يعني قولوا الاولويه في، خلني اقول يعني هنا على الجانب انه في نظامين في العالم لتمويل الرياضه. في مثلا بريطانيا قررت بعد نتائجها المخيبه للامال في اولمبياد اتلانتا انه اي رياضه ما في منها امل تحقق انجاز لبريطانيا في الاولمبياد سكره، يعطونها صفر فاندنج، ما يعطونها اي فلوس. هذا مثال احنا يعني في المملكه شفت انه ما هو مناسب لنا، لان طب من وين تصرف؟ يدورون عاد دبر عمره، دبر عمرها من رعاة، من دخل جماهير. انت تتكلم هنا عن دعم الدولة، عن دعم في الدولة بريطانيا كذا. في بريطانيا اوكي. فانا شفت ان هذا المثال ما هو مناسب فقط. ليش؟ انا رايت انه احنا نعمل عاملين هم اللي يحددون الدعم يروح لمين. اول عامل اللي هو قدرة الرياضة هذه على تحقيق انجازات المملكة، انه فيها امل. انا بعطيك 20 مليون بتعطيني كم، بتعطيني ميدالية، كم ميدالية في الالعاب الاسيوية. العامل الثاني عدد الممارسين، كل ما كان في رياضة، لأن يهمني عدد الممارسين، عدد الممارسين فيها أكبر، هذا جانب ثاني أنا أعطيك فلوس عليه. أولوياتك كانت، عشان بس أتأكد، أولوياتك أنت في عمل الاتحادات من يستطيع أن يحقق إنجازات، هذا رقم واحد، ورقم اثنين عدد الممارسين، هذا أيضا يأخذ أولوية. نعم. بعد الاجتماع هذا لقيت إنه في مشكلات كثيرة في عندي في رعاية الشباب. عندنا إجراءات بيروقراطية معقدة. في الرئاسة في ولا اللجنة الأولمبية؟ في رعاية الشباب. سبل الاتصال بين اللجنة الأولمبية ورعاية الشباب يعني outdated، يعني تنفع القرن الماضي ما تنفع القرن اللي احنا فيه. كل شيء ياخذ 20 توقيع والروتين كثير وبيروقراطية كثيرة، يعني إجراءات ما لها داعي. عملنا وبعدين يعني أنا أؤمن في أي عمل، العمل مو يعني مو بسحر ولا هو فهلوة. انت عشان تطلع باي عمل جيد لابد تجيب ناس جيدين. انا يعني انا اشوف انه انت عشان تنجح في اي مجال لابد ان تحيط نفسك بناس افضل منك او وعندهم خبرات غير متوفره عندك، يعني الفريق عشان يعني، وهذا اساس اي عمل ناجح في اي في تاريخ البشر، يعني ان كل لما يكون عندك ناس جيدين عندهم كفاءات وخبرات متنوعه، عندك رقابه جيده، عندهم ايمان بالهدف، الاشياء الباقيه تفاصيل. قلت لك رجعنا اول خطوه، رجعنا كل اجراءاتنا في اللجنه الاولمبيه. ايش لقيت؟ قلت لك لقيت احنا عندنا في رعاية الشباب بيروقراطيه كثيره حاولنا نعدل فيها. لقيت في هدر كثير في الاتحادات، يعني في اتحادات يذهب اكبر ميزانياتها في سفر اعضاء مجلس ادارتها للمناسبات. زيارات وروحات وجيات وانتدابات. والوفد وغرف وسويتات وسيارات وتذاكر، يعني ما اللي يصرف لما انا اعطيك 20 مليون انا اتوقع او 10 مليون انه يروح 8 مليون على اللعبه، على مدربين، على لاعبين، يروح مليونين مصروفات اداريه. لقيت المصروفات الاداريه نسبتها عاليه في بعض الاتحادات. لقيت ما في اي رقابه على الاتحادات، يعني والاتحادات كل واحد يعمل بحاله. ف طبعا انت الحين لما جيت عاد انت بتخرب كل شيء الحين. لا معلش بس يعني بالنسبه لهم واحد يعطيني 10 مليون اصرف 8 انا على التذاكر والسفر والانتدابات وبيجي يراقب لي. اوكي. فان اللي صار انه احنا ولقيت في ناس عنده في اشياء ايجابيه، في ناس عندهم رغبه في العمل، في اتحادات عندهم حماس، عندنا امكانيات في المملكه. الموضوع اداره. تبغى تقول اسماء الاتحادات؟ لا يعني ما اعتقد انه ينفع اتكلم بشكل عام اليوم. اللي حصل اني انا قررت اني اعمل تغيير شامل في اللجنه الاولمبيه. اوكي. بـ 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 اول شيء اي شخص تم استبعاده
لا يعني انه مو على كفاءة، يعني ممكن قد يكون استبعد لانه ليس على كفاءة، وقد يكون استبعد لانه نظرته للعمل اسلوبه في العمل لا يتفق مع انت تركي في اي مجال، ما في شيء صح وفي شيء غلط، انت عندك اسلوب في العمل قد يتفق معاه واحد ممتاز يكون معاك لا يتفق معاه، فمفروض انه يمشي، لابد فريق العمل يكون منسجم. فجرى تغيير شامل في اللجنه الاولمبيه، وعملنا جبنا بيوت خبره تعمل اربع دراسات. اربع دراسات. الدراسه الاولى تغيير جميع الـ 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 الانظمه والاداريه والماليه اللي تنظم علاقه للاتحادات واللجنه الاولمبيه، عشان يحلوا مشكله البيروقراطيه اللي كنت تتكلم عنها، عشان نحل مشاكل البيروقراطيه، عشان يصير عندنا رقابه افضل، عشان يصير عندنا خدمات لجنه اولمبيه تقدم خدمات افضل. خلني اقول انه احنا اطلقنا اول شيء هدف طموح جدا، وانا دائما اقول يعني انت ما اخترعت هذه الكلمه لما دخلت الوسط، لما دخلت رعايه الشباب، انا دائما اقول افضل اني انا اضع اهداف طموحه وافشل من اني اضع اهداف سهله وانجح. انا اؤمن في اي شيء، وهذا ممكن نتكلم عن موضوع الفشل والنجاح. يعني انت عندك ما عندك اي مانع انه بعد فترتك او دورتك في المنصب انهم يقول والله عبد الله المساعد حاول يوصل للمكان الفلاني ولا قدر، احسن من يقول والله حقق كل الذهبيات في الخليج؟ انا قلت لك انا افضل اني اضع اهداف طموحه جدا وافشل من اني اضع اهداف سهله وانجح. وينقال عليك ناجح. لان وانا متاكد الانسان اللي يضع هدف طموح بيحقق اكثر. وبالتالي احنا طلعنا هدف ان المملكه تطلع من الترتيب 19 في الاولمبياد الاخير، في الاسياد الاخير اسف، الى الترتيب الثالث على يعني سواء كنا في الاولمبياد او في الاسياد، لما تشوف اول ثلاث دول اسيويه نكون احنا ثالث دوله اسيويه. أوكي. طبعا احنا من سوء حظنا ان نقع في قاره فيها الصين اللي هي الان النجم الصاعد في على مستوى العالم، وشوف ترتيبهم في الاولمبيادات كلها. فاذا احنا لازم عشان ناخذ الثاني الثالث، احنا عندنا اليابان وكوريا، لازم نزيح يا اليابان او كوريا. يا كوريا هذا هدف طموح جدا، هدف طموح جدا، وان شاء الله سنحققه. عشان نحقق الهدف هذا، لن يتم هذا الهدف بأننا نتمنى هذا الهدف، لابد أن يحصل في تغيير جوهري في اللجنة الأولمبية وطريقة إدارتها الأمور، لابد يحصل تغيير جوهري في طريقة عمل الاتحادات والرقابة والشفافية اللي فيها، لابد يحصل تغيير جوهري الفلوس اللي تجينا من الدولة كيف تتوزع على الاتحادات هذه. وعملنا شغل، أنا أعتقد أنه شغل بداية جيدة في 18 شهر الأولى. انا ودي احكي لك عن الاستشاريين بسرعه لو سمحت. طب خليني بس تسمح لي بس هكينا سؤال. تفضل. الحين انت ترى المشاهد عشان بس يستوعب اللي قلته قبل شوي الاخير، انت حاطط هدف طموح جدا ان هو تصير الثالث على مستوى اسيا في الاسيا، يعني لو جبت الرابع او الخامس الناس بتقول انت وعدتنا بالثالث وما جبت الثالث. انا عندي يعني شفت، تعرف مثال طارق بن زياد، العدو امامكم والبحر وراءكم، ابي زي كذا. إيه ابي انا اذا طلعت الرابع يقال اني فشلت، افضل هذا ألف مره من اني اطلع من 19 للسابع ويقال اني نجحت. احنا نتكلم عن المملكه العربيه السعوديه، عندنا شباب الحمد لله ما ينقصهم، عندنا اؤمن بشباب هذا البلد، واؤمن انه احنا عندنا الامكانيات والكفاءات في المملكه، نبغى اداره جيده، واذا توفرت الاداره الجيده طبعا مع بعض الاشياء الثانيه احنا طلبناها من الدوله. يعني انا اعطيك مثلا مثال او مثالين عليها في الرياضه، عشان تغلب واحد مثلا في اوزباكستان او في ايران مثلا، او مثلا في اي محل في 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 اسيا، هو يتمرن 10 ساعات في اليوم، البطل عنده يعني ما نتكلم على فلوس الان، مو بكل شيء الفلوس، لابد البطل اللي عندي هذا يتمرن 10 ساعات 8 ساعات، يعني اتيح له فرصه انه يتفرغ. الان احنا عندنا مثلا يعني من الاشياء اللي طلبناها في الدوله، تكلمنا عن اجتماع مجلس الاقتصاد والتنميه، قلنا انه احنا نبغى يكون عندنا القدره ان نفرغ رياضي النخبه من وظائفهم، سواء كانوا معلمين او كانوا مثلا موظفين حكوميين، ان نقدر نفرغهم عشان يدربون، لان صعب انك تغلب واحد حامل اثقال في ايران يتدرب 10 ساعات في اليوم 20 ساعه في الاسبوع، والرباع السعودي اللي عندك يدرب 4 ساعات في الاسبوع ودوام في النهار، فانت لازم تفرغ. هذا شيء طلبناه. الشيء الثاني، ايش ردهم عليك في هالطلب؟ انا ان شاء الله انا متفائل جدا، بس خلي موضوع المجلس الاقتصادي لو سمحت بعد شوي. طيب الاشياء الثانيه اللي طلبناها،
ان حتى القطاع الخاص يكون مثلا في نطاقات اللي يوظف مثلا رياضي او بطل رياضي، يكون مثلا ان الواحد باثنين او حاجه كذا، يعني زي مثلا ما هو موجود الان يكون في بالقطاع الخاص، لان في بعض الابطال الرياضيين عندنا يشتغلون في القطاع الخاص. اي احنا هذا عن طريق وزاره العمل، عن طريق وزاره العمل، وهذه الطلبات الدوله لما احنا الحين يعني انا بشرح لك بعد شوي عن طريقه عمل الدوله. انت تقصد انه الابطال اللاعبين النخبه اللي ممكن يحققون انجازات صحيح يتسجلون في وزاره العمل في لما في نطاقات الواحد باثنين او ثلاثه، يكون في شركه خاصه أيه؟ وتوظف سعودي مثلا من المرشحين يحققوا ميداليات للمملكه، هذا مثلا يحسب لك باكثر من شخص مثلا ممتاز. طيب احنا خليني بقول لك انه احنا في رعايه الشباب للاسف او في الاتحادات برضو ما كنا مضبطين هذه العمليه بشكل جيد، يعني احنا كنا في السابق نطلب تفرغ بعض اللاعبين ولا يكون في داعي للتفرغ هذا، فهي العلاقه يعني انت مفروض تكون امين جدا. سوء استخدام لها الصلاحيه كان سوء استخدام الصلاحيه، انا مفروض ان انا احصل على ثقه الجهات الحكوميه الثانيه، لما اقول ابي بطل العاب القوه هذا ولا بطل مثلا اي رياضه ابي يتفرغ، فبالتاكيد انا ابغى يتفرغ ولاني ما اخذ اجازه ولاني ما اخذ بس اجامله عشان انا بطلع من عمله. فانا اقول لك انه احنا تعاقدنا مع اربع بيوت خبره. اوكي. واحد قلت لك خلصنا مراجعه الاجراءات. اوكي. اوكي. واحد منها برنامج الاليت اثليتس. يعني احنا قلنا الحين احنا كيف احسن طريقه نعد فيها الرياضيين السعوديين هذا صار علم الان. يعني انت فتعاقدنا مع شركه حقت سباتسينكو. اللي هو سباسينكو تعرف من ابرز عدائين المسافات المتوسطه في الثمانينات، هو كان احد الناس اللي مسؤولين عن تنظيم اولمبياد لندن، هو رئيس لجنه الرياضه اللي تتبع رئيس الوزراء البريطاني الحالي. اوكي. وان كيف نبغى نستفيد، نبغى نعمل بروفا، احنا واضح انه كان اولمبياد الريو اولمبياد قريب وصعب ان نحقق فيه شيء، ما تبدا اولمبياد تخطيط الاولمبياد قبل 18 شهر، الاولمبياد تبدا قبل 6 سنين قبل 10 سنين قبل، لكن نبغى نعمل بروفا على الاتحاد هذا، نعمل برنامج لاعداد الاليت اثليتس، كيف نعد رياضيين نخبه في المستقبل؟ يعني ايش المدربين اللي نجيبهم؟ ايش الاطباء اللي نجيبهم؟ ايش الاجهزه اللي يحتاجونها؟ كم الوقت اللي لازم يتفرغون فيه؟ والمثال هذا هو اللي ان شاء الله حنطبقه في الاولمبيادات والاسيادات اللي بعدها عشان تمكننا من تحقيق هذا الهدف. طيب من اللي اختار هالبيوت الخبره؟ يعني كان في منافسه. أي. طلبنا عده، يعني مثلا هذا سباسينكو تنافس مع اكثر من شركه، في شركات امريكيه، جبنا افضل الشركات في العالم. اوكي، وعلى اساس انه يقدم لكم مشروع كيف تعد وهذا اللي بطل. وهذا الان اللي احنا نعد عليه بعض رياضيين الاولمبياد. مكلفه هالبيوت؟ طبعا مكلفه، لكن الدوله ما قصرت معنا. انا اتذكر يعني لقائين اذا كانت تبغى. اول لقاء لي مع الملك عبد الله الله يغفر له ويرحمه، بعد ما قال لي على الاشياء اللي مطلوبه وتكلم لي ان الرياضه ما هي فقط كره قدم، قال جيب افضل بيوت الخبره في العالم واستفيد منها عشان توصل الاهداف اللي ابيها منك. لما جاء الملك سلمان الله يطول عمره وولاة الأمر الآن يقولون نفس النصيحة ونفس الدعم ونفس الاهتمام. يعني أنا يعني تقابلت الأمير محمد بن سلمان أكثر من مرة، ويمكن نتطرق إلى بعض اللقاءات في ولا قد طلبت منه شيء يخص الشباب أو الرياضة وقال لي لا. الحقيقة في دعم وتفاهم وإحساس يعني أن الشباب هو قضيتنا الأولى في المملكة. عارفين أن الوضع الرياضي يحتاج له عمل كبير؟ طبعا، ما يعني حنجي زي ما قلت لك، أنا ما بينا يعني نتكلم في 20 موضوع، حني خلص موضوع اللجنة الأولمبية الآن. طيب. لو سمحت كم. الشيء الثالث والرابع بس اللي سويناهم بسرعة. الشيء الثالث أن احنا الآن قلنا لازم ندرس منشآتنا في المملكة، احنا عندنا منشآت كثيرة، عندنا مدن رياضية، عندنا صالات. ولا ابي اروح للدولة اقول ابغى منشآت جديدة وصالات جديدة، ولا المنشآت اللي عندي بعضها نسب استخدامها 6 او 8% في السنة، يعني يكون عندي مثلا منشأة الدولة تفتحها صرفت عليها مئات الملايين وصيانتها مكلفة وتكون تستخدم عندي 6 او 8 ايام او 10 ايام. مو بس كذا، في عندنا مشكلة أكبر، في جهات كثير في حكومية في المملكة عندها ملاعب وعندها صالات رياضية، ليش أنا أروح أنا أبني مثلا صالة جديدة ممكن أخذ من التعليم أو أخذ من الحرس أو أخذ مثلا من التعليم المهني أو أخذ من الجامعات منشأة موجودة. فعملنا دراسة على مرحلتين، أول دراسة ندرس منشآتنا احنا في رعاية الشباب، والمرحلة الثانية حتبدأ قريب دراسة باقي المنشآت الرياضية في المملكة، علشان أن الفلوس هذه هي سواء صرفت من جهة ألف ولا من جهة جيم، هي في النهاية فلوس المملكة، فلوس المواطنين السعوديين كلهم. ما يصير حرام أن أنا أروح أنشأ صالة وعندي صالة تعليم مهني مثلا غير مستخدمة. بس كيف تستخدمها؟ كيف تاخذها؟ لازم يكون في تنسيق، مو هذا وأن نبي الحين يعني بمقابل مثلا تستأجرونها. هو الآن الدولة مركزة على موضوع كفاءة الإنفاق. الدولة ما حتبخل على أبنائها
ولا على الشباب أي شيء. لكن يا أخي ما تتألم أنت كسعودي مثلا أروح أبني صالة مثلا وعندي صالة ثانية تبع التعليم المهني مثلا مسكر طول السنة أو مثلا ما تستخدم إلا 5 أيام؟ صحيح. حرام. فهذه أحد الدراسات اللي الآن نعملها، خلصنا على وشك أن نخلص موضوع رعاية الشباب، ندخل الآن على الجهات الحكومية الثانية عشان نعرف إيش حاجتنا. الموضوع الرابع والأخير موضوع التسويق. أنا أشوف أنه الآن في اتحاد كرة القدم مثل الآن جزء كبير من ميزانيته معتمد على دخله الذاتي. اللجنة الأولمبية لابد أن يكون عندها تطور، معلش أنه يبدأ برقم بسيط، لكن لابد أنه في المستقبل من اللجنة الأولمبية من مواردها تغطي كثير من مصاريفها. وهذا الشيء الهدف اللي احنا واضعينه في اللجنة الأولمبية، وإن شاء الله سنصل له، أنه في يوم من الأيام زي ما الآن في كرة القدم يمكن نسبة كبيرة من مصاريفها تغطيها الرعايات والعلاقات التجارية مع شركاء. نبي نفس هذا الموضوع. أنا أشوف أنه إحنا في 18 شهر سوينا اللي يقولون بيبي ستيبس، يعني أن في الألعاب الخليجية في عام 2011 كانت للأسف المركز السعودية في المركز الأخير. الآن في الألعاب الخليجية الأخيرة كسبنا في المركز الأول. أنا ما أبغى أعتبر هذا إنجاز، هذه خطوة بسيطة تبين أنه بدأ يصير فيه تيرن أراوند، تحول في الموضوع هذا. الشغل لسه كثير، التحدي كبير، عشان نوصل له ما حنوصل له بالكلام ولا بالأحلام، حنوصل له بالعمل. لكن أنا عندي ثقة كبيرة إن شاء الله أن بتوفر دعم الدولة، طيب، بتوفر الرقابة الكافية بإرادة السعوديين. وإن زي ما قلت لك أنا في نقطة مهمة أتمنى أن الجميع لما قارننا بدول الخليج مع احترامنا لتجارب دول الخليج وأي دولة ثانية، إحنا اللي بنسويها صنعة في المملكة، ما نبغى نشتريها في المملكة. انا يعني انه ممكن مثلا نسوي زي غيره، ولا انقص رانا ولا علي باحد، يعني اروح ادور احسن عداء في غانا السنه هذه واخواجيبه اجنسه، واروح ادور مثلا احسن لاعبين يد مثلا من تونس واخليهم هم منتخبي في اليد. احنا لما نسوي كذا نسويها بابناء المملكه، وهذا التحدي اللي اخذناه على نفسنا. ما حنستورد النجاح، حنصنعه في المملكه. برافو عليك. طيب تمام.